السلام عليكم شباب، معكم عبد الله من قناة ريد بوكس جيمنج. اليوم عندنا فيديو مراجعة على لعبة ديد باي ديلايت، فخلونا نبلش مع بعض. في البداية، اللعبة حصرية حاليا على الكمبيوتر. اللعبة عبارة عن منظور شخص ثالث ومنظور شخص الأول. اللعبة أونلاين فقط من تطوير شركة بيهيفير ونشر شركة ستار بريز. اللعبة إذا أبي أشبهها بلعبة أخرى أقرب لها فراح تكون لعبة إيفولف. اللعبة عبارة عن لعبة أونلاين 4 ضد 1 في أجواء الرعب والبقاء والتخفي. اللاعبين الأربعة لازم يتعاونون مع بعض، وهم يكون التصوير لهم من المنظور الشخص الثالث. طبعا التعاون يكون عن طريق محاولة الهروب من مكان القاتل أو الخريطة. طبعا ما يقدرون يتعاركون مع القاتل، ولكن يستخدمون أسلوب التخفي داخل الكبتات أو الهروب. طريقة فوز اللاعبين الأربعة تعتمد على تشغيل المكاين أو المحركات الخاصة بفتح باب الهروب ثم التوجه إلى باب الهروب. من ناحية أخرى، خلونا نتكلم عن القاتل. القاتل يكون التصوير له بالنسبة له من المنظور الشخص الأول. مهمته هي ذبح الأربعة عشان يتبرع بالروح حق القوة الشيطانية الموجودة باللعبة ومن هالكلام هذا. عيب القاتل أنه يكون بطيء بحركته، ولكن فعلا قوي، يعني بطقتين يطيح اللاعب اللي هما من اللاعبين الأربعة. فمجرد أنه يشيل القاتل يوديه حق مكان التبرع بالروح يعتبر ميت، إلا إذا ساعدوه ربعه وشالوه من الهوكي الموجود في مكان التبرع بالروح. بالنسبة لي اللعبة كانت جميلة، بس مع الوقت تملل لأن لا يوجد شيء جديد. لكن لمحبين الرعب فعلا اللعبة فيها أجواء من الرعب، شيء خيالي، خصوصا إذا كنت أنت واحد من الأشخاص الأربعة مو القاتل. يعني لحظة أن القاتل يكون يمك جدا لحظة وايد قوية وصج فيها من الرعب. اللعبة تصويرها جدا عادي، فترة الانتظار لوجود لاعبين أو الدش السيشن مع اللاعبين طويلة، بس فيها شيء يميزها أن اللعبة خريطتها مع كل راوند، مو مع كل راوند يعني مع كل سيشن خريطة جديدة، أماكن جديدة. فهذا يعطي الأدفانتج حق القاتل، وكذلك يعني أدفانتج حق الاثنين، أن القاتل ما يحفظ الخريطة ويحفظ أماكن التخفي، وكذلك أن اللي بيحاشون الأربعة ما يحفظون الخريطة ويعرفون وين ينخشون. بالنسبة لي تقييم النهائي للعبة هي 6.5 من 10، لأن محاسن اللعبة أجواء رعب جميلة، فكرة جميلة وجديدة، وكذلك أن الخريطة متنوعة وأنها تتغير مع كل وقت. مساوئ اللعبة تكرار في اللعب، يعني طريقة اللعب البروجريشن، يعني ما في شيء يخليني ألفل، يعني شنو إذا لفلت شنو بيصير يعني. غير كذي فترة الانتظار علشان أدش السيشن طويلة جدا خالية من طور القصة. هذا كان ريفيو لعبة Dead by Daylight، موجودة ومتوفرة حاليا على ستيم. أنصحكم تجربونها إذا أنتوا من محبين الرعب، وإذا أنتوا ما تحبون الأونلاين ومتوجهكم للقصة فابتعدوا عنها. كان معاكم عبد الله من قناة ريد بوكس جيمينج، أشوفكم على خير.